مغيبون قصراً في اقبية سجون حكومات تدعي حرصها على حرية وكرامة العراقيين. إلا أنها تكتفي بالصمت حين يُعثر على جثث العشرات من أهالي جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل بعدما اختطفوا قبل سنوات على أيدي ميليشيات الحشد وغُيبوا قسريا. بل إن تلك الجهات الحكومية تتنصر من مسؤولياتها بكل أشكالها فتعتبر أصحاب الجثث مجهولين إغلاقا لملفهم وحماية للميليشيات من الملاحقة القانونية ما يقرب من 15 ألف عراقي اختطفوا خلال السنوات الخمس الأخيرة على يد القوات الحكومية وميليشيات الحشد ولا يعلم حتى الآن مصيرهم بحسب بيانات لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وبحسب اللجنة ذاتها فإن ملف المغيبين قسريا بات يتضخم مع اكتشاف أعداد جديدة من المختطفين الذين صُنفوا كمغيبين بعد مرور خمس سنوات على اختطافهم. معلومة يؤكدها أعضاء في مجلس محافظة الأنبار إذ يكشفون عن أن هناك 2800 مختطف من أبناء المحافظة ما زالوا مغيبين. فضلا عن الاف اخرين غير مسجلين في السجلات الرسميه على الرغم من اختطافهم من داخل مدن الانبار اثناء الحرب على تنظيم الدوله اغلب المغيبين قصرا بحسب البيانات الحكوميه ينتمون الى محافظتي الانبار وصلاح الدين وهم محتجزون لدى فصائل ميليشيات الحشد كما ان اغلب المغيبين في نينوى محتجزون لدى سلطات كردستان العراق وبرغم المحاولات المتواصله من اهالي هؤلاء المغيبين لمعرفه مصيرهم الا ان كل تلك المحاولات باءت بالفشل في ظل لامبالاه حكوميه او ربما اصرار حكومي على حمايه ميليشيات الحشد من اي مساءله قانونيه محتمله لا سيما ان الاخفاء القسري بحسب قواعد القانون الدولي يعد جريمه ضد الانسانيه مفوضية حقوق الإنسان في العراق من جهتها أكدت أن آلاف العراقيين اختفوا أثناء مرورهم عبر مفارز أمنية تديرها ميليشيات مسلحة، ليفتح ذلك الباب أمام تساؤلات مشروعة عن الدور الذي تلعبه تلك الميليشيات في العراق وبخاصة في محافظات غربي وشمالي العراق. ناهيك عن محاولات الحكومة توفيق أوضاعها ودمجها في القوات الحكومية لتتحول تلك القوات تدريجياً إلى ميليشيات طائفية موالية لإيران وليصبح العراق بذلك مستعمرة إيرانية خالصة